نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد. انا مشيت عند ماما لقيتها غادي تطيب لنا واحد الشهيوه. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم بالطريقه ديالها، خصوصا هذه الشهيوه هذه كضر بزاف ديال الناس، الناس اللي كيكونوا مراض بالسكر والناس اللي كتكون عندهم لاغوت. اكيد يكونوا عارفوا شنو النوع ديال الاكله، هو الغنمي. لقيت ماما غادي لنا كفيته ديال الغنمي وكدير لها واحد العطريه وكذلك بالاعشاب المنسمه باش ما كضرش خصوصا الناس اللي مراض وما كضرناش في المعده. حنا عارفين بان كنا عارفين بان الغنمي ما بقاش بحال شحال هادي، كذلك حتى العلف ما بقاش بحال شحال هادي. كيضر ملي كياكل الانسان، كيضر في المعده وكيقدر يضر في المصران. الناس ديال اللي مرضين بالسكر منع عليهم انهم ياكلوا الغنمي. الناس اللي فيهم لاغوت هما كذلك، ولكن حنا كنتشهاو ضروري ما كتجينا ديك الشهوه مريره ان ناكلوا شويه ديال اللحم، يا كفيته يا قطيبات هكاك. ماما كدير لنا بواحد الطريقه اللي زوينه والصراحه ما كضرنا ما حتى شي حاجه. كناكلوا الكفته ما كينفخنا لا اللحم لا حتى شي حاجه، خصوصا حنا عارفين بان اللحم ما كيتهضمش على 5 ديال الساعات. طريقه زوينه وبالاعشاب المنسمه، نتمنى انكم تجربوها. نخليكم مع ماما دابا ومع المقادير ديال الكفته. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نتوما على خير؟ تنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله بحول الله. اليوم غنشارك معكم الكفته ديالنا، الطريقه ديالي بسم الله على بركه الله. غناخذوا الكفته كميه على حسب الافراد، المهم ان هنا عندي 2.5 كيلو، وغنعطيكم مقادير وانتم غديروا المقادير على حسب الافراد العائله ديالكم. عندنا لالا هنايا الكفته، عندنا القزبر ومعدنوس، عندنا بصله طحونه كنطحنها انا هكا باش ما كتجيش باينه على ود الدراري ما كيبغيوهاش لينا. عندنا القزبر حبوب، عندنا التحميره، عندنا السودانيه حاره، عندنا هنا معلقه صغيره ديال الكرويه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال اليزير. هذه على حسب الكميه اللي غندير. وعندي هنا النعناع، صوفي هذا النعناع العبدي، انا عندي زرعه ها هو صغير باقي عندي غير صغير، هذا زرعه غادي نقطعو رقيق وغنرميه فيها كيعطي واحد النكهه غزاله. اما النعناع العبدي واللي عنده النعناع العادي الاخر حتى هو يقطعو ويديرو. والملح بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنعمل القزبر، عندي هنايا البصله، دابا غندير القزبر حبوب، غندير 2 معالق انا حيت عندي كميه هنايا كثيره. عندنا التحميره حتى هي عندي 2 معالق صغار، انا كنخدم معلقه صغيره. هذه السودانيه عندي حاره بزايد، غندير غير معلقه. هادو خلاص راهما كل وحده معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره. عندنا هنا الكرويه، وعندنا هنا سكينجبير، عندي مخلط بالخدنجل شويه، وعندي هنا القرفه، وعندي هنا اليزير. هاد التوابل هادي الانسان ملي كياكل الكفته ما كتثقلش عليه، كتحاول كتخفف على المعده، كتجي خفيفه ما تضرك ما تثقل عليك ما حتى شي حاجه الا درتي لها. ان هاد الكرويه غزاله 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 المصران والمعده كتسهل الهضم، واليزير خلاص اكلي الجبل راه حتى هو مسهل الهضم ومسهل في المعده. عندنا شويه ديال الملحه، وعندي هاد النعناع كنقطعو بالموس رقيق 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 دابا وغادي نوريكم. وزرعه على يدي، هذا عندي مزروع
واي حاجه كنشاركها معكم راني كنصايبها على يدي، كلشي كنصايبو على يدي باش كتجي الحاجه على حقها وطريقها وكتجي سهله وزوينه واقتصاديه وكتسهل الهضم. والانسان ملي كيدير واحد الحاجه على يديه كيرتاح، حتى النفسيه حتى الماكله الانسان ملي كياكلها راه كترتاح. دابا انا كنعركها مزيان حتى كتدخل في هذيك العطريه كامله مزيان، ومني كنعركها كنخليها ترتاح شحال ما ارتاحت مزيان، ديرها في الثلاجه، ديرها في الشوبينه الا عندك طاسه اللي كتسد وعمليها في الثلاجه وخليها تشرب العطريه مزيان. ملي كطيب كتشويها اولا كطيبيها ولا هذه كتعطي واحد المذاق غزال، بالاخص كتقدميها للضيوف ديالك بالصحه والراحه وكتجي غزاله. انا عندي هذه هكا كنصايبها ملي كيجي عندي شي حد ضايف كنصايب له هكا الكفته، كتجي غزاله وكتجي خفيفه ما كضر ما والو. ديما كنعتمد على اللحم على الكرويه، ديما الكرويه خصها تكون واجده كمنصفي، خصو يكون جميع الاعشاب المنسمه الطبيه خصها تكون في الدار، لا من الزعتر ولا من كل شيء. هادشي راه صحي ومزيان والانسان كتريح الجسم ديالنا. اول نفخ ديالنا دابا وجدناه، غنحطو عليه الكفته باش نشويوها. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو وكذلك تجربوا هاد الطريقه، راها زوينه بزاف بزاف وصحيه وكذلك كتجي بنينه. مع فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.